ونتحول الآن إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. نعم، تصحبنا فيها مرة أخرى ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكما، ونتابع معكم أهم وآخر أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 19 الصغرى 12، الإسكندرية 19-12، مطروح 17-11، بورسعيد 19-11، الإسماعيلية 20-11، السويس 19-11، العريش 19-10، طابة 22-11، شرم الشيخ 23-12، الغردقة 22-12. ننتقل إلى الأقصر 22-8، أسوان 22-10، الوادي الجديد 23-6، شلاتين 25-17، وأخيرا حلايب 22-15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.